سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كثكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش رأيكم؟ مرحبا بكم، مرحبا بكم. إذن مرحبا بكم في حصة عمو يزيد اللي اتصلنا بكم باش تجوا تحضروا معنا وكاع الأطفال، وانتم كذلك يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا وحابين تحضروا معنا وتجوا تفرحوا مع عمو يزيد في الحصة، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت موقعنا عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك يا أطفال، لما توجهوا الموقع الإنترنت وتسجلوا ما عليكم إلا تاع شوية صبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حاب يستضيفكم كامل، إذن شوية صبر وراح نتصلوا بكم باش تجوا تفرحوا معنا يا أطفال. كالمعتاد في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية وعالمية مهمة. هذه المرة يوم 4 ماي يصادف اليوم العالمي لرجل الإطفاء. شكون يقدر يقول لي كاين عيد آخر هو اليوم العالمي للحماية المدنية؟ شكون يقدر يتكلم لنا عليه؟ شكون يعرف اليوم العالمي للحماية المدنية؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي تعالي. اليوم العالمي للحماية المدنية هو أول مارس. الله يبارك. واسمك بنتي؟ اسمي خديجة أرحب. وانتم أشبال الحماية المدنية؟ أنا من أشبال الحماية المدنية بدار البيضاء. بدار البيضاء، برافو 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 بنتي. إذن وش هما المهام تاع رجل الإطفاء؟ شكون يقدر يقولهم لنا؟ تقدروا تعرفونا بمهام رجل الإطفاء؟ تعالى تعالى. واسمك وليدي؟ محمد. وين تسكن محمد؟ في البليدة. في البليدة. وش هما مهام رجل الإطفاء؟ مهام رجل الإطفاء هو مساعدة الناس من الخطر، إنقاذ الناس من الخطر ومساعدتهم. برافو 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 وليدي، برافو برافو. تاني تقدروا تقولوا لنا وش هما، وش يدير رجل الإطفاء؟ تعال. واسمك وليدي؟ ولا لقبي زكاوي. الله يبارك. وش هما مهام رجل الإطفاء؟ وش يدير؟ إطفاء النار. بالضبط، شكرا. إسعاف الإسعافات الأولية. نعم. برافو برافو. مساعدة الناس. مساعدة الناس، برافو برافو. إذن إطفاء النار، إطفاء النيران شيء مهم جدا، إسعافات الأولية ومساعدة الآخرين كما قلت لي. برافو 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 برافو. في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ شاطرين؟ خمسة إخوة أكبرهم أوسطهم، من نحن؟ أعيد اللغز، خمسة إخوة أكبرهم أوسطهم، من نحن؟ أنتم كذلك يا أطفال اللي راكم تشاهدوا فينا تقدروا تجاوبوا عن اللغز بالطريقة التالية عبر الإنترنت. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا أنتم الشاطرين يا أطفال، فكروا فكروا في الجواب عن اللغز إلى غاية نهاية الحصة. احنا اليوم كلفنا إيناس باش تدير لنا بحث، راح نتعرفوا عن شخصية، شخصية معروفة في ثورة التحرير الجزائرية، هي شخصية يوسف سعدي. إذا تفضلي إيناس. ولد يوسف سعدي في حي القصبة الشهير في الجزائر العاصمة عام 1928. تلقى تعليمه الأول بها حتى سنة الرابعة عشر حين احتل الجيش الأمريكي والإنجليزي في 8 نوفمبر 1942
المدرسة التي كان يدرس فيها واتخذوه مقرا لهم. لجأ إلى الحياة العملية بمخبرة العائلة. بدأ نشاطه السياسي مبكرا إذ شارك في المظاهرات التي نظمها حزب الشعب الجزائري في 1 مايو 1945 ثم مظاهرات 8 مايو 1945. كما قاد الحملة الانتخابية لحركة الانتصار الحريات الديمقراطية في المدية والعاصمة. بعد هجرة دامت سنتين إلى فرنسا عاد إلى الجزائر ليبدأ اتصاله مع أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل ويتكفل برابط الاتصالات مع خلايا المناضلين القصبة. وفي عام 1955 أرسل إلى سويسرا لاتصال بممثلي أحمد بن بلة وهناك ألقي عليه القبض لكن أطلق سراحه 4 أشهر بعد ذلك. بعد عودته وصل نشاطه في السرية إلى غاية عام 1956 تاريخ بداية المعركة الجزائر أين عين قائدا للمنطقة المستقلة للعاصمة. وساهم رفقة حسيبة بن بولي وعلي لابوانت وغيرهم من الفدائيين في تكثيف العمل الفدائي للعاصمة، وكان يتخذ من القصبة ملجأ له ولباقي الفدائيين. وصل نضاله إلى غاية اعتقاله من طرف فرقة المظليين في 23 سبتمبر 1957، وتعرض للتعذيب وحكم عليه بالإعدام، لكن لم يتم تنفيذ هذا الحكم وأفرج عنه بعد وقف إطلاق النار. شارك يوسف سعدي بعد الاستقلال الجزائر عام 1962 في عدة أفلام الثورة الجزائرية منها معركة الجزائر. برافو 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 يا أطفال. عمو يزيد قبيلة قال لكم بلي عنده مفاجأة. هذه المفاجأة بما أننا في اليوم العالمي لرجل الإطفاء وعلى بالنا بخيرات وعلى بالنا بلي أفضال رجل الإطفاء علينا كثيرة، عمو يزيد دار له أغنية نقول فيها ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. يا أخي يلا تغنوا كامل معايا ما أروع رجل الإطفاء. أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء. ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة.
شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإخفاء. برافو. إذن تحية لكل رجال الحماية المدنية. يا أخي دركا رايحين كامل نعيطوا لعم مراد اللي جانا من مدينة البوليدة بألعاب الخفة. إذا تفضل عم مراد. تفضل عم مراد. أنا اليوم راح نستقبل واحد الشاعر، طفل كيما نتوما ولكن شاعر. يوسف راح يجيبنا اليوم، جابنا شعر عن العلم. إذا تصفيق على يوسف. تفضل يوسف. تفضل. مساء الخير يا أطفال. اليوم جبت لكم شعر عن العلم. العلم، العلم سعي الفتى للعلم عبادة، وغاية توصلك إلى السعادة، لأن في العلم صلاح الكون، والله للعلماء خير أون، لأن العلم هو سلاحك المتين، قوي حريص لا يلين، مصباح ينير لك الحياة، يبعدك عن الجهل والظلمات. تعلم، تعلم يا فتى بكل جدارة، بجد وكد ومتابرة، ستصبح طبيبا يداوي المرضى، وأهلك بالطبع عليك يرضى، مهندسا كبيرا يشيد المباني.
طيارا، محاميا أو فنانا، فسطر فسطر حياتك بكل جدارة، بالعلم والعلم لك اعتبارا. برافو 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 يوسف، برافو برافو. شكرا 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 يوسف، شكرا شكرا. عجبكم يوسف يا أطفال؟ إذن وش رأيكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية سمير والكلب؟ يلا معايا يا أطفال. كما وعدتكم مقبلة، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية سمير والكلب. سمير هذا كان طفل صغير، طفل صغير كيما انتوما هكذا، وكانت الناس قاعد تحبوا، الناس كلها تحبوا. واحد النهار طل من التقى هكذا، صاب واحد الكلب مسكين طايح في الارض هكذا، باين بلي ميت بالشر، جوعان. راح يجري هكذا للدار، جاب له الحليب، جاب له شويه تاع اللحم واعطاهم له. وهذاك الكلب كان عنده مده ما كلاش، مرض. اعتنى به سمير، اعتنى به واعطاله ياكل، ويوم بعد يوم استرد هذاك الكلب الصحه نتاعو. وسمير كل يوم يروح عند يماه وعند باباه، اعطولي شويه حليب، اعطولي شويه لحم، اعطولي شويه ماكله نعطيها للكلب مسكين، راهو مريض وعنده بزاف ماكلاش وكامل. وكلوا. من بعد هذاك الكلب استرد القوى نتاعو وراح. في يوم من الايام سمير كان في القريه نتاعو هكذا، حتى سمع العياط، سمع هكذا الصراخ. وهذاك الصراخ كانوا عندهم الجاج في هذاك القريه، جا الذئب قاعد يجري مور الدجاج هذاك، ما قدروش يسلكوهم، ذئب كبير مفترس قاعد يجري مور هذاك الدجاج، يجري. ومن بعد فجاه شافوا هذاك الكلب اللي اعتنى به سمير راح يجري عند الذئب هذاك ويضرب معاه، وسلك هذوك الدجاج هذوك، ودارت بيناتهم يعني باشد يعني صراع شديد، حتى هذاك الذئب هربوا هذاك الكلب وخرج من المدينه هذيك وسلكهم. عمو يزيد، نستخلص من الحكايه تاع اليوم انه يجب رد الجميل. بالضبط، بوبي جبنا حكم جميله، يجب دائما رد الجميل. عبالكم يا اطفال الانسان كيدير الخير، علاش ناس بكري يقولك دير الخير ونساه؟ لانك لما تدير الخير في الناس ما تقدرش تتصور هذاك الخير وقتاش راح يرجع لك، ويرجع لك آلاف الأضعاف. إذن يجب دائما رد الجميل. يا أطفال عجبتكم الحكاية؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي، تفضلي. ذكرينا بأسمك. خديجة أرحب. الله يبارك، واش عندك؟ حاجة تبكي بلا عينين. لغز حاجة تبكي بلا عينين، شكون يعرفها؟ صحابة. برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال اقعد. واسمك؟ أنيس. وين تسكن أنيس؟ في سحاولة. احكي لنا النكتة تاعك. عطول كان حبيق لا طريق ما لقاش له مقص. ما لقاش مقص، برافو. حبيق تاع الطريق ما لقاش مقص. تعالي بنتي. تفضلي بنتي، واسمك؟ ليديا. قعدي ليديا. وين تسكني ليديا؟ باب الزوار. واش عندك؟ شعر. قولي لنا الشعر تاعك. أبي يا وقاك الله شر النوائب، أنت أحق الناس بالمدح يا أبي، تعهدتني طفلا وما زلت عاكفا، على العطف ترعاني وترعى مطالبي، إذا اعترضتني في الطريق نوائب، تعرضت تحميني شرور النوائب، فكم ليلة قضيتها لم تذكر، ولم تطبق الأجفان جم المتاعب. برافو بنتي، برافو. تعالي. واسمك بنتي؟ بشرابي. وين تسكني بشرى؟ في العاشور. احكي لنا النكته تاعك. حمد اللغز. قولي لنا اللغز تاعك. حاجه خضراء وهي داخل حمراء وفيها مسكوله. تعرفوها؟ دلعها. برافو. تعالي.
واسمك بنتي؟ ملاك. وين تسكني؟ عين بنيان. في عين بنيان، نحكي لنا النكتة تاعك؟ غنية. غنية، تفضلي. أمي وأبي، أمي وأبي أصلي نسبي، لهما حبي لهما أدبي، صهرت أمي ربت جسمي، غذت عقلي كشفت همي، صانت خلقي زانت نطقي، فليحفظهما رب الخلق، وأبي تعب ذاق النصب ليحقق ما منه طلب، أكلي شربي ثوبي لعبي، حقلي سكني من كدي أبي، رب احفظه واحفظ أمي، فهناؤهما أغلى حلمي. برافو 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 برافو. يا أطفال الحقنا درك للجواب عن اللغز. إذن خمسة إخوة أكبرهم أوسطهم. تعالي تعالي، واسمك بنتي؟ لينا سلسابيل. وش هو الجواب؟ الأصابع. الأصابع، برافو 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 لينا، برافو، أعطيه الهدية تاعها. إذن لينا، إذن خمسة إخوة أكبرهم أوسطهم، إذن بنتي هي أصابع الأصابع. يا أخي عمو يزيد يهدي لك هذه الهدية، هذه المتواضعة إن شاء الله تستفادي بها، وكذلك سيدي من حق الطفولة فيها 22 أغنية للأطفال. تفضلي بنتي، برافو، لا شكرا على واجب. العفو العفو بنتي. يا أطفال الحقنا درك الركن عيد الميلاد، عندنا عيد ميلاد أيوب، تعال أيوب، أروح أروح، أصدقائنا يروحوا يجيبونا الجاتو تاع أيوب وإحنا نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، تعال أيوب. عيد ميلادك أحلى عيد، رب يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونات، نسهل أمراح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو برافو. ثلاثة اثنين واحد، طفي الشمعة أيوب، طفي 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 طفي، أسنى 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 أسنى، طفيها. برافو 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 برافو. إذن أيوب عمو يزيد يهدي لك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد، وأنتم كذلك تخرجوا منها عندكم شهادة لكل واحد باش تحتفظوا بها كذكرى في لمشاركتكم في تصوير حصة عمو يزيد. وكذلك أيوب بما أنك شاركت
وصلتنا بخمس قسيمات لعلب حليب رامي. ممول الحصة رامي يهدي لك هدية عيد ميلادك اللي هي طابلات. تفضل أيوب، تفضل. فوالا برافو، تصفيقة عليه، تصفيقة 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 تصفيقة. إذا وأنتم ثاني يا أطفال إلا حبيتوا تحتفلوا بعيد ميلادكم مع أمو يزيد، ما عليكم إلا ترسلونا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42 ألف ستوالي الجزائر العاصمة. وأنا على هذه الأنغام ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، انتظرونا في الأسبوع المقبل نهار ثلاثة على 5 تاع العشية على قناتكم الشروق تي في. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حال الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد.